السلام عليكم لميا بالطيب معكم، شكرا لزيارة موقعنا. عندي سؤال أنا عايزة أسأله لك اليوم، شو رأيك إنك في يوم من الأيام إنك تربح 50,000 دولار، مش في سنة، مش في 6 أشهر، مش في شهر، فقط في أسبوع؟ 50,000 دولار في أسبوع. هتقولي مستحيل، بقولك ما فيش مستحيل. لميا بالطيب دلوقتي قدامك. أنا دلوقتي أسبوعياً بربح مينيموم أقل شيء 50,000 دولار أسبوعياً. الحمد لله اليوم حققت أحلامي، اليوم يعني وصلت إلى الحرية المالية. وتقدروا يعني بعد كل الأرباح اللي أنتم سمعتوها تقدروا تتابعوها على الموقع العالمي بزنس فور هوم اللي موجودين فيه التوب ليدرز في العالم في التسويق الشبكي اللي بيربحوا. هتلاقوني في المرتبة رقم 32، أرباحي في الشهر 250,000 دولار. علشان كده بقول لكم أنا دلوقتي يعني حلمي مش فلوس، أنا حلمي دلوقتي إننا إزاي نغير حياة الناس، إننا إزاي أشوف الناس بتنجح قدامي زي ما أنا نجحت. انت تقدر تنجح، اني اشاركك النجاح ده وبالاخص النجاح العربي. يعني انا ده هو حلمي دلوقتي وهدفي اللي احنا قاعدين بنشتغل عليه، انه العرب يكونوا في المراتب الاولى في العالم. وحنكون اكيد احنا حنكون في المراتب الاولى في العالم العربي، واكيد يعني الموقع ده اللي انا تكلمت عليه البزنس فور هوم حيمتلئ باسماء عربيه وفي كتير مليونيرات عرب جايين. زي ما غيرنا حياتنا حنغير حياتكم. بسرعه دلوقتي ارسل لي ايميلك وارسل لي اسمك، وعلى طول رح ارجع لك انا فيديو فيه اسرار نجاح لميا بالطيب.